بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، تحدثنا عن قول الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. المسألة الأولى أن مقتضى الأمر أو مقتضى الظاهر من الأمر أن يقال مثلهم كمثل الذين، نشبه جماعة بجماعة، مثلهم كمثل الذين استوقدوا نارا فلما أضاءت ما حولهم ذهب الله بنورهم، فكأن المسألة المطابقة أن نضرب مثل مجموعة بمجموعة وفرد بفرد ومثنى بمثنى، فهكذا يظهر أحيانا في المنظومة اللغوية. لكن هنا مثلهم كمثل الذي، يعني أنا ما أستطيع أن أصف مثل مجموعة من الرجال أقول هؤلاء كلهم يشبهون زيدا، واحد فيهم يشبه زيد، أما ما نقدر نقول هؤلاء يشبهون زيدا، فكيف نقول مثلهم زين كمثل الذي استوقد نارا؟ هنا لها أوجه والله أعلم عند أهل اللغة وعند أهل العلم، وقيل أن الذي تأتي بمعنى الذين كما ورد في قول الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وخضتم كالذي خاضوا، ما قال كالذين، وخضتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون، يعني أي كالذين خاضوا. نعم، وهنا كما قلنا استوقد نارا، لم يقل أوقد وإنما استوقد، إذن هو طلب استيقاد النار، وطلب استيقاد النار كأن الفاعل في ذلك له مصدرية، والطالب إنما يستعين بالفاعل الأساس. فالنور في الكون من أين يأتينا؟ من عند الله تبارك وتعالى، الله نور السماوات والأرض، إذن ما من نور في الوجود إلا بنور الحق، والكون كله يضاء من نوره، والهداية نور، وربنا لما وصف الكتب من قبل قال فيها هدى ونور، والقرآن فيه هدى ونور. فالنور هنا يعني لا يفهم أنه الضوء، وإنما هي إضاءة الحياة، إضاءة المسيرة، إضاءة الدنيا والآخرة بنور الله تبارك وتعالى، بكتاب الله وبتعاليم الله تبارك وتعالى. ربما يكون استوقد نارا هو واحد، وقلنا أنه لو اجتمع مجموعة من الناس لإيقاد نار ليس جميع المجموعة هم الذين يوقدوا، إنما يقوم رجل واحد أو شخص واحد فيهم هو الذي يوقد النار، وإذا أوقدها فكأنهم هم الذين أوقدوها، لأنه اجتمعوا على إيقاد النار، اجتمعوا على أن يستفيدوا من نور هذه النار، اجتمعوا أن يأخذوا قبسا من هذه النار ليستضيئوا، للدفء، للاستعمال، لأي شيء. فأوقدها رجل والآخرون كلهم قد استفادوا من ذلك النور أو من تلك النار. نعم، وهناك من يرى أن هذا الواحد هو النبي عليه الصلاة والسلام، والمثل إنما ضرب برسول الله ومن حوله من المنافقين، يعني مثلهم كمثل الذي، من الذي أوقد النار؟ هذه كما يرى بعض الناس، لا نقول أن ذلك هو التفسير المعتمد، وإنما نذكر آراء قالوا أن الذي أوقد النار هو النبي عليه الصلاة والسلام. ما دليلهم في ذلك؟ قالوا لأن النور التي أضاءت ما حوله لها مصدرية،
فإذا قلنا أن المصدرية منافق أو مجموعة منافقين، فمن أين يأتي النور؟ وأهل النفاق قد أطفأ الله نورهم أساسا، قد أطفأ الله نورهم أساسا. من أين تأتي أو من أين يأتي النور؟ والنفاق ليس فيه نور ولا يضاء. من أو ما حول المنافق، لأن المنافق أصلا ليس عنده مصدرية النور حتى يضيء. فمثلهم كمثل الذي استوقد نارا، النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي استوقد النار كما يرى بعض الناس أو بعض العلماء، هو الذي استوقد النار، والنار في أصلها تضيء لأنها نور الحق تبارك وتعالى. فلما أضاءت ما حوله كان بإمكانهم أن يستفيدوا من هذا النور، كان بإمكانهم أن يأخذوا من قبس هذا النور، لكنهم بنفاقهم ما استفادوا. فبدل أن يكون نور طريق وهداية، فكأنهم احترقوا فانطفأت النار وانطفأ النور، أو انطفأ النور وبقيت النار تصيبهم بحريقها. فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. ولعل الحديث في الصحيحين وفي كثير من كتب الحديث وعند الإمام أحمد، واللفظ للإمام أحمد عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنما مثلي ومثل الناس كمثل رجل استوقد نارا فلما أضاءت، يعني تلاحظ نفس النسخ في الآية، كمثل رجل استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله، يعني تلاحظ حتى يدخل في ذات الألفاظ في الآية القرآنية، جعل الفراش والدواب تتقحم فيها فأنا آخذ بحجزكم وأنتم تواقعون فيها. إذن هنا الدواب والفراش والحشرات، كأن الدواب هم الدواب من الناس، إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، وهكذا كان أهل النفاق. فهؤلاء من الدواب من الناس، إذن هم الذين وقعوا في النار، كان أصابهم حرها ودخانها لكنهم ما انتفعوا من نورها ولا من دفئها. إذن هذا كذلك رأي من يقول أن الذي استوقد النار هو النبي عليه الصلاة والسلام. بعدين صم بكم عمي فهم لا يرجعون، وإحنا تكلمنا عن ذلك. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم. طيب هم أدخلوا طرف الإصبع ولا كل الإصبع؟ ها؟ طرف الإصبع. هنا إطلاق الجزء ويراد به الكل كما قال أصحاب اللغة، هنا يعني ذكر الكل وأراد به الجزء في هذا الموطن، لأنه مستحيل أنك تدخل أصابعك كلها، مو بس واحد، كلها في الأذن، أو تدخل إصبع كامل داخل الأذن. جعلوا أصابعهم في آذانهم، وفي قصة نوح عليه السلام: وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم. هذه من المبالغة في الفعل، فدل على ذلك الأمر. لأن إخواني، الصيب من السماء، المطر الغزير، الظلمات بوجود المطر مخيفة، زاد المطر أو زاد الناس الذين وقع عليهم المطر خوفا ورعبا، ثم الرعد والبرق الذي لا يتوقف، بسبب ذلك يجعلون أصابعهم في آذان من الصواعق حذر الموت، مخافة من الموت، والله محيط بالكافرين، يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه. البرق يعني لا ينير لهم الطريق حتى يسلكوه، لأن إنارة الطريق إنما هي فرصة من عند الله أعطاهم وجحدوا بها. فهؤلاء كلما ينزل من القرآن الكريم من آيات تنزل عليهم كالصواعق لكنها تضيء،
لكن ضوء هذا النور من كتاب الله من أولى بالاستفادة منه؟ ألم يكن أهل الإيمان؟ نعم، لكن المنافق كلما نزلت آية في كتاب الله كأنها كالصاعقة، كأنها كالبر، كأنها كالصوت المدوي، إذن لا ينتفعون منها، إنما هي أذن عليهم. فتصور كل يوم، كل أسبوع، كل شهر تنزل كميات من آيات القرآن الكريم، فماذا يكون حال هؤلاء أهل النفاق إذا نزل على رسول الله عليه الصلاة والسلام من القرآن؟ يكاد البرق يخطف أبصارهم، كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم هم ما مشوا فيه مشي اتباع، وإنما أرادوا أن يستفيدوا بوجود النور لمصالحهم، والأصل أنك تستفيد منه لأجل الحق، فالنور في القرآن الكريم هو لأجل الحق، فإذا طابقت مصالح الخلق مصالح الحق كان ذلك هو المطلوب وهو المحبوب عند الله تبارك وتعالى. لكن أنت تركب موجة الدين وتركب موجة الإسلام لمصالحك، فعند ذلك كانت الصورة مشوهة. نعم، وهكذا يفعل أهل النفاق. وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله، شوف إذا أظلم عليهم قاموا، إيش قاموا؟ هل مشوا؟ لا، هنا قال كلما أضاء لهم مشوا فيه، وإذا أظلم عليهم قاموا توقفوا. زين، ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم، إن الله على كل شيء قدير. ثم نأتي إلى قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. شوف، يا أيها الناس، احنا قلنا الله ذكر المؤمنين وذكر الكفار ثم ذكر المنافقين ثم جاء الخطاب إلى الناس عامة. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. إذن العبادة مناط بها التقوى أم لا؟ وإحنا قلنا لا يصح العبادة بلا تقوى، والعبودية لله مقتضاها التقوى. حتى ربنا لما ذكر التكاليف مراد التقوى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. حتى الصيام من ثمارة من نتائج التقوى. إذا صليت وغابت عنك التقوى، إذا قرأت القرآن وغابت عنك التقوى، إذا صمت وغابت عنك التقوى، إذا ذهبت للحج وغابت عنك التقوى. أقول إذن ما فائدة العبادة إن لم تجد في حياتك من ثمارها وهو تقوى الله تبارك وتعالى؟ والقرآن الكريم كما قلنا أساسا هو إيش؟ هدى للمتقين. أما غير المتقين لا يجد طريق الهداية فيه، إنما يمشي ويمضي متعثرا لا يصل إلى غاية ولا إلى نتيجة. قال: الذي جعل لكم الأرض فراشا ممهدة ميسرة، زين، والسماء بناء. وسبحان الله، من عظمة الله أنه رفع السماء إيش؟ بغير عمد ترونها. السماء مرفوعة، قال إيش؟ بغير عمد ترونها. هل هي فيها عمد وما نشوفها أصلا، أم هي أصلا مرفوعة بلا عمد؟ سبحان الله. زين، وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. يا أخوان، الذي خلق الكون والذي خلق الحياة والذي خلق الموت، الذي أعطاك الصحة، الذي أعطاك من كل نعمة قسطا في حياتك، كيف تجحد بكرم المعطي وبعطاء المعطي؟ يعني كيف تتصور أنت تأكل من خير الله وتشكر غير الله؟ كيف تأكل من خير الله وتعبد غير الله؟
وكما جاء في الأثر في الحديث القدسي: يا عبدي أو يا عبادي أخلق ويعبد غيري وأرزق ويشكر سواي، خيري إلى العباد نازل وشرهم إلي صاعد. يعني كيف يكون هذا؟ ورد في أثر آخر قال: يا عبدي إن لم ترضى بقضائي ولم تشكر نعمائي ولم تصبر على بلائي فلتخرج من تحت سمائي ولتجد لك ربا سواي. من وين نجيب احنا؟ يعني الله سبحانه وتعالى هو الوحيد المعبود بحق في هذا الوجود، الرب الوحيد بحق في هذا الوجود. ولهذا نقول: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. إيش الأنداد؟ الند، شريك. سبحان الله، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. طيب لو كان معه إله بالمنطق كما أخبر الحق سبحانه وتعالى: إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. بالمنطق. فلا تجعل الله أندادا. ولتوضيح ذلك يروي لنا ابن مسعود رضي الله عنه قال: سألت النبي عليه الصلاة والسلام: أي الذنب أعظم عند الله؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك شريك. وعن عمر بن الخطاب أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. طبعا هنا معتقدا بأن غير الله هو المعين وهو المقسوم به، وهو تعرف، لأن نحن نتكلم عن الكفر والإيمان، يعني مسألة بين الاعتقادي والعملي، أو بعض السلوك الذي يظهر على أخطاء بعض الناس من ما شابه ذلك، وهذه فيها تفصيلات لسنا بصددها الآن. وعن ابن مسعود رضي الله عنه شوف شو يقول، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كان حالفا فليحلف بالله. طيب ليش فليحلف بالله؟ لأنك تريد أن تؤكد أمرا ناقصا أو تؤكد أمرا لغاية ما، كيف تؤكده وتكمله بناقص؟ ناقص بناقص ما يصح. يعني أنت لما تقسم على قضية قد يشك فيها الناس فأنت تقسم من أجل توكيدها، فكيف تؤكد ناقصا بناقص؟ ولا بد أن نؤكد الناقص بالكامل. من كان حالفا فليحلف إيش؟ بالله. لأن الكمال لله وحده، فليس من المنطق أن تحلف بخلق من مخلوقات الله والنقص في الخلق من سمة الخلق، والكمال في الخالق من سمات الخالق تبارك وتعالى. ولهذا ابن مسعود يعطينا معنى جميل، يقول: لئن أحلف بالله كاذبا. شوف سبحان الله، انتبهوا لدقة الكلام. لئن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. غريب، لأنه اللي يحلف بغير ربنا يشرك، والشرك ظلم عظيم. يعني تكذب مرة، أو حتى لو حلفت وكذبت، يعني الاستغفار الكذا الكذا، هذا يبقى أخف من الشرك بالله والعياذ بالله. والله معنى غريب، هو ما قاعد يشجعك على أن تكذب وأنت تحلف بغير بالله سبحانه وتعالى، لا، هو قاعد يقول لك أيهما أخف ضررا، أن أحلف بالله كاذبا أم أن أشرك بالله. فمن هنا يعني يؤخذ المعنى المراد والمطلوب من هذه القولة. وعن حذيفة بن اليمان عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. لأن ذيك الواو للاشتراك، أما هذه ثم
جئت بالأمر من بعد الله سبحانه وتعالى، لما أقول رزقك على الله ثم على فلان ما في مشكلة، لما تقول أنا رزق على الله وعلى فلان لا، هذه تخوف، كأنك جعلت شريكا لله في عطاءة الرزق. زين. وفي الحديث أن رجلا قال للنبي عليه الصلاة والسلام: ما شاء الله وشئت، ما شاء الله وشئت. يعني لو كان النبي صلى الله عليه وسلم حاكم دنيا ويفرح بها، تعرف احنا الحكام كيف، أخي امدح، كاذب مكاذب، مشرك ممشرك، بس المهم امدح. حتى حاكما من حكام المسلمين في القرن العشرين كان قد عقد حفلا كبيرا ضخما، وهذه طبعا في وقتها تناقلتها الإذاعات والتلفزة، فقام رجل والغريب قال شعرا فيه وصفق له آلاف الناس من الحاضرين، قال له: الأمر أمرك لا ما شاءت الأقدار، فاحكم فأنت الواحد القهار. والله يا أخوان قالها لرئيس، واشتغل الناس الصفق: الأمر أمرك لا ما شاءت الأقدار، فاحكم فأنت الواحد القهار. هذه مشكلة يا أخي الكريم. فقال: ما شاء الله وشئت. قال النبي عليه الصلاة والسلام وهو ينهاه: أجعلتني لله ندا؟ الله أكبر، أنت جعلت لله شريك؟ بعدين قال: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. سبحان الله، لما يتحدى الحق سبحانه وتعالى هذه الأمة، يتحداهم: إذا كنتم في شك مما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، تقولون هذا من فعل البشر، هذا من أداء البشر، طيب إذا أنتم شككتم بذلك التحدي، فأتوا، أنتم أهل اللغة، أنتم أهل الصناعة، فيكم من يقرأ ويكتب، وفيكم من يقول شعرا، وفيكم من يقول نثرا، وفيكم من يقول بلاغة، وفيكم من يقول كذا، أنتم أهل الصناعة، وأنتم تتحدون العالم بما أوتيتم من صناعة اللغة، طيب إذا شككتم بأن هذا الكلام من عند رسول الله، طيب أنتم أتوا بسورة واحدة حتى لو صغيرة. بالله تستغرب يا أخوان، يعني قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يكن له كفوا أحد، طيب هذه مو سورة صغيرة؟ إي معقول هذول كلهم بهالفصاحة ما استطاعوا أن يأتوا بسورة صغيرة؟ أي سورة؟ ما قالهم كبيرة، ما قالهم طويلة، أي سورة؟ من مثله، ما مو أحسن منا، لا جيبوا مثله حتى ما نظلمكم. بعدين قال: فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، لا في الماضي ولا الآن ولا في المستقبل، وهذا تحدي من عند الله، وما استطاع أحد إلى يومنا هذا أن يأتي بسورة تضاهي ما في القرآن الكريم. بالله عليك ما تعجب، هذول أكو ناس أدباء ملحدين، شعراء ملحدين، ما في يوم فكروا يجيبوا سورة. زين. أما مسيلمة حاول، مسيلمة الكذاب، يرويها عمرو بن العاص قبل الإسلام، كان صديق وصاحب لمسيلمة، وعمر كان ذكي، ما هو يعني تعرف. زين. مسيلمة التقى، أو عمرو بن العاص التقى بمسيلمة الكذاب فقال له: يا مسيلمة، قد نزل على محمد عليه الصلاة والسلام بمكة في هذا الوقت سورة من القرآن الكريم، اللي هي سورة العصر، والعصر إن الإنسان لفي خسر، يعني سورة صغيرة وقصيرة. فيا مسيلمة، طيب أنت شو قاعد ينزل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم وأنت ما قاعد ينزل عليك؟ طيب أنت نبي وهو نبي، ليش ما قاعد ينزل عليك مثل محمد؟ يعني كون صادق. فمسيلمة قال: سينزل علي الوحي، لكن بس انطيني مهلة، المسألة مو بيدي،
جاء ثاني يوم قال له ها نزل عليه الوحي، قال له أبشر. زين، قال نزل علي بمثل ما نزل على النبي عليه الصلاة والسلام. قال ما هو؟ فقال سورة وبر. قال له إيش هي؟ قال له يا وبر يا وبر إنما أنت أذنان وصدر وسائرك حقر فقر. تخبص. فقال بالله عليك يا عمرو كيف ترى ما نزل علي؟ فابتسم عمرو وقال والله إنك لتعلم أني أعلم أنك كذاب. قال فإن لم تفعل ولن تفعل فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة، والعياذ بالله. شوف النار إيش الوقود؟ هي ما تضرم به النار. بالله عليك لما يكون النار وقودها الناس والحجارة كيف تتوقعها؟ كيف تتصورها؟ والله يا إخوان أمر مخيف. زين، قال أعدت للكافرين. كلمة أعدت إيش معناها؟ ها؟ أعدت، جهزت، يعني موجودة ولا لا؟ موجودة، معدة. فالله حينما يحذرنا من النار، النار موجودة. والنبي صلى الله عليه وسلم رأى خازنها في الإسراء والمعراج، وكأن الخازن قد حرم الله عليه الابتسامة، مبرمج للعذاب ما يضحك. حتى قيل أن النبي صلى الله عليه وسلم عليه ما رد السلام، مبرمج. الله خلق العذاب، يعني حتى مو كل ما يشوف كافر يشفق عليه ويحاول، لا لا، مبرمج للعذاب. موضوع لهذه القضية. زين، استدلال أن النار أعدت أصل موجودة حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي يرويه أبو هريرة رضي الله عنه، قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ سمع وجبة، سمع دوية، سمع صوت، فقال النبي عليه الصلاة والسلام تدرون ما هذا؟ إيش هذا الصوت؟ قال قلنا الله ورسوله أعلم. صوت غريب، يعني لا يحدثه شيء مما اعتاده الناس. زين، الصحابة قالوا الله ورسوله أعلم. قال هذا حجر رمي به في النار منذ 70 خريفا، من 70 سنة، فهو يهوي في النار الآن حتى انتهى إلى قعرها. 70 سنة، فتصور قديش عمق النار والعياذ بالله. حجر ملقى. نعم، ثم بعد ذلك وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. سبحان الله. طبعا احنا لما يذكر العذاب ويذكر النعيم، يذكر جهنم ويذكر الجنة، إنما هو من باب الترهيب والترغيب، وفي مواطن من باب الترغيب والترهيب حسب موقعية الآيات في كتاب الله، إنما يدل أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يحذرك من ناره وأن يرغبك في جنته. وأتوا به متشابها، الطعام النعيم إيش أتوا به متشابها؟ طيب إحنا عندنا إشكالية. النبي عليه الصلاة والسلام لما وصف الجنة على قول الله عز وجل، قال الله، يعني كما روى النبي صلى الله عليه وسلم، قال أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فقال النبي عليه الصلاة والسلام مدعما هذا القول فاقرأوا إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. سبحان الله. طيب كيف متشابه وهو ما لا عين رأت ولا أذن سمعت؟ كيف يكون هذا؟ تحسوا في إشكالية في المعنى؟ أنتوا حاسين؟ ها؟ يمكن المنظر يبدو متشابه. طيب كيف متشابه وهو ما لا عين رأت ولا أذن سمعت؟ غدا إن شاء الله نجيب على هذا السؤال، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد، وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.